كيف بنعمل سكرين ريكورد باستخدام الاكتف انسباير؟ اول شي رح نفتح برنامج الاكتف انسباير ورح نفتح اي درس كنا محضرينه قبل، ورح نفوت على هيدي المنيو اللي هون ونحط تولز، بعدين مور تولز اخر خيار، بعدين سكرين ريكوردر فول سكرين ريكوردر. بس اكبسها رح يجينا هيدا التول بوكس اللي موجود هون، وبس اكبس على اشارة الريكورد رح يسألني وين بدي حفظ الملف وشو بدي سميه، بدي انتبه لهول المعلومتين. بس اكبسها رح تبلش تعمل بلينك وتبلش تسجل، وبكون عم سجل كل شي موجود قدامي على الشاشة. مثلا في عندي هيدا الدرس عن المابس، رح امشي في صفحة لقدام بلش احكيهم عن خريطة العالم وقلن انه هيدي استراليا، وقلن انه هيدي افريكا، وانه هيدي ايجيا، وانه هيدي نورث امريكا، وهيك. لنقول انا خلصت شرح الدرس، بيجي بكبس ستوب. بس اكبس ستوب رح يتحفظ الدرس بالمكان يلي انا كنت قايله عنه وبالاسم يلي انا كنت قايله عنه.